معنا احمد حسن من المناقل. الو مرحبا يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. ان شاء الله كويسين. مرحبا بك. انا طبعا موظف ويتني قريشي قمت حجيت والدي. نعم. كان ممكن احج انا ولا احج والدي من الناحيه الاسلاميه. نعم نعم. طبعا والدي كبير في العمر والوالده موجوده. نعم. طبعا الاعمار بيد الله، لكن انا قلت ابونا عمره كويس كم 70 انا 70 نحجي وبعد شويه سبب بعد قال لها ايانا وصانا نحجي الوالده. نعم ان شاء الله. سامح امك حجات؟ ما حجت امي. ما كانت حجي امك الاول؟ لين ما ضيعت العمر على مال بيد الله، لكن طبعا اقول عمره 78 سنه. سامح امك للي صغيري؟ صغيره. خلاص حجي السنه الجايه، لقط لقط خلاها تحج السنه الجايه، لانه المطلوب كان تحجج الامه الاول، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام ادى لهم ثلاثه كيمان ولا ابوكم واحد، اللي هو امك ثم من امك ثم من امك ثم في الرابع قال ابوك. خلاص انت حجي ابوك، مالك يا هما لابوك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للولد انت ومالك لابيك. حججت والدك السنه دي مشى حج بمالك، اجرك عظيم عند الله وده من بر الوالدين. السنه الجايه لقط لقط خد وفر كمان حجي امك، يبقى خلاص بريت والديك الاثنين، وبعد ذاك انت كمان لقط لقط مش حج. لكن ما فيها شيء انه حجي الابو اول ممكن ولا ممكن ما تقدير يعني صح يقدر. شكرا جزيلا اخ احمد حسن.